بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. الله سبحانه وتعالى يتولي زنبرو لك وتعالى تكترون زنبرو مالكم الله سبحانه وتعالى السوء الله سبحانه وتعالى يتولي زنبرو تلك الناكة فتن يا يهونا أم نقر أيهون يتكترون الله سبحانه وتعالى ينن تالاك أم نقر لسمايات النال مريت اندي شككمو اندي كتبر واطرب الله شوين الدر بيهونا النسو جن سلتو فرتو انبي بلون الدر نعم يهونا ناي فولد جن ينن هلا في النت لموت السك عدن ياهون وتكبره لتام يقر موغن ينن هلا في النت يوسدو تو የሰውልጅ ባጠቃላይ በዱንያ ላይ የሚኖረው ቆይታ ጅጉን አነስተኛና በጣም የሚቆጠሩ ጊዜያት ሆነው ካለ በጣም በሚያስገርም መልኩ በከፍተኛ መልኩ ሲዘናጋና ሲጫወት እንመለከተዋለን ሱብሃንአላህ ولكن هناك اناس اخرون ነገር ግን ሌሎች ሰዎች አሉ ጅጉን አስገራሚ በሆነ መልኩ ለጀነት የነበራቸው ጉጉትና ለጀነት የነበራቸው ፍቅር እዚህ ነው የማይባል طام كثبتني يا هنا فلهؤلاء للنزيهين السوج أي المشتاقون إلى الجنة لهم مع ربهم أخبار وأسرار فقد هكذا وقر يجبون كثبتني أحدثك زينا والشنا مستروسنا الضراتشو فإليكم شيئا من أخبارهم إسكي كالنسو زينا والزينا والشنا كالنسو أقال أن يتوسنوا في نسكيب أن الكتاتشو أول هذه الأخبار ما أورده ابن الجوزي في صفة التقوى في كفتا لتكالمة أن إن شاء الله لترغم سلال لشغن الجبون أستماري سلهونج إيان دان لاتشن سجستا درغان سكينا دان بس بارك الله فيكم ابن الجوزي رحمة الله عليه صفة الصفوة بتبالو كتابات شو اندازي هو ابن النحاك تعالى صلى الله عليه مشارع الأشواق لتبالو كتابات شو اندازي هو أستمر وتال الرجل من الصالحين اسمه أبو قدامة الشامي اسمه أبو قدامة الشامي أبو قدامة مانو بلنتيك سويج من الباتيه تاريخ من الله شتي هنا يه كذا مثيل كنبرو دلاغ دي سويجنا كذا مثيل كنبرو الله سبحانه وتعالى يا فكرو الذي هو كان رجلا قد حبب إليه الجهاد والغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى يه سو فالله سبحانه وتعالى منقر لا يمتقل جهار موتات بكفتا يملكو يودي نبرة ونبر أبو قدامة الشامي فلا يسمع بغزوة في سبيل الله ولا بقتال بين المسلمين والكفار إلا وسارع وقاتل مع المسلمين فيه ينسو عند بوتالين جهاد آلة بلو سنتو عيوكم مسلموش النا كافروش تفتوا اللي يبالور انفتهم وسمتوا عيكم إلا وسارع وقاتل مع المسلمين فيه لفتنة تشاكلوا هدو بزا جهاد لي يتخصص به رنجي لأنه كان يحب الجهاد في سبيل الله بأ الله من قال لي متاقل بأ الله سبحانه وتعالى من قال لي مقادل بكثة اليام الكوية فكر يودي نظر ثونه وهكذا كان المشتاقون إلى الجنة ولجنة كفتنيا يهونا فكرنا ببوت ينبرات شو سووت يا الله شونا ينبرات شو هنيتا يهو نبرنا فجعل أو فجلس مرة في الحرم المدني مدينة أوس يعني اللي تشام نسي لرسول عليه الصلاة والسلام نسي خدش بلو سالة فسأله سائل وقال عند شو بقي ديو كنبرو سووت لا أبو قدامة الشامي إياك يا كرب الله شو إياك يا شو من دلو عندما يكتلون البر يا أبا قدامة أنت أبا قدامة هوي أنت رجل قد حبب إليك الجهاد والغزو في سبيل الله أنت كو بأ الله من قر لا يمتقل بأ الله من قر لا يجهاد الموتات بكثت من يام الكو فكرن كاقن يوسوج عند الناقن بارك الدمونة إنما فحدثنا بأعجب ما رأيت من أمر الجهاد والغزو إنهم جهاد بزوس لو اتطاه بأ الله من قل ليس لتاقلك مشهم
زبون أصدقائك الناس جرامي هنا إيش صار وين أقعدني قد ما هي سيهون أي كلام منا إباكهن كسمها وكعجتنا أسكي أكفلن يمين تجاك إنتي كرب الله سؤال. فقال أبو قدامة رحمه الله من أرو إني محدثكم عن ذلك أنا نقرأت شهر لهم يار تركون أنديشيلوا جمروا خرجت مرة مع أصحابي لي لقتال الصليبيين على بعض الثغور، والثغور هي مراكز عسكرية تجعل على حدود البلاد الإسلامية لسد الكفار عنها. من أرو عند قذي مسكلا يتشل مواقات ودى جهاد ودتشين البر أرو ودى دنبر يمسلمون هاجر دنبر لما تبك ودى الزاعة كادوا اتشين البرنا. تمررت في طريقي بمدينة الرقة، رقة يتبالج كتما على التهد كنيالو رقة مالت إراقوس فرات يتبالو ونز أكبابي يمس الجني كتمانج يتعلم إراقوس فرات يمس بالو ونز أكبابي فرات النفس بالو ونز أكبابي فرات مالك بعلم أكف درجة عنه كم يبالو تلالك ونزج عندنا الناس ذاكاري مثل جين كتمانيش ما انت بالالي شان كتمانيش الرقة تبالالي. واشتريت منها جملا أحمل عليه سلاحي ينبرنين سنك مسارين يمك انبت عن بيتن جمل ازاو أكبابي قزاهم يار. وعصت الناس في مساجدها وحسستهم على الجهاد والإنفاق في سبيل الله. بدي فيهم نسيروس تغبت شيء بسجر كبة وقت نسير ينبرو سووشن باتك علي وده جهار نبر ينهيرونا سووشن عن نكات قواتشو عن نكات قواتشوين بالله من جلعي اندي تاجلو اندي تاجلو من ده فيهم قال هنا نكمو بالله من جلعي لن يتاجلو سووش اندي دقفو اندي دقو مثل سرين أكرم كل عيشهم. ما جن علي الليل ابتريت منزلا أبيت فيه لليتو سمت أبين سمت شهر من قرنا ينبر كل الناس بعد كبابيو يمادر بيت تكريهم يار. فلما ذهب بعض الليل إذا بالباب يطرق علي مشتو فإيد كهيدة بولا برين كاكوا بين جملة تكريه وتبيت لالو أبو قدامة الشامي. فلما فتحت الباب فإذا بمرأة متحصنة قد تلفعت بجلبابها فقالت فقلت ما تريدين. فإذا بالباب يطرق علي مشتو تقيت كهيدة بوهلا برين كاكوا بين جملة تكريه وتبيت لالو أبو قدامة الشامي. فلما فتحت الباب فإذا بمرأة متحصنة قد تلفعت بجلبابها فقالت فقلت ما تريدين. عندي تسيت متاج جلبابني لبسج في تواني شفنج إسلامي اللابس يلبسه تسيت متاجنا برين تانكوا كوا جمر سكفتو سيتنج. فقلت ما تريدين من فلقشنو أهل كواتين. قالت أنت أبو قدامة هندي أهل تشين. قلت نعم هون أني أبو قدامة نني أهل كواتين. قالت أنت الذي جمعت المال اليوم للثغور دنبرن لما تبك أن الزام اسكالن يوتشن لما واقات قنزب ستة سبع سبين بركو زاري أنت نهندي أهل تشين يال. قلت نعم هون نيني أهل كواتين. فدفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة وانصرفت باكية. يونيش كرديت نقر يوني تأسر نقر عند لاي أدرقى ستان إيالك أسيج طلعني جربوان ستان هيري تشلالو أبو قدامة الشامي رحمة الله عليه. فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها إنك دعوتنا إلى الجهاد ولا قدرة لي على ذلك. إسافت شو ورقة نبر كراج ملك تأزل دبدبي من إلال إنك دعوتنا إلى الجهاد أنت زاري مسجد متته بالله من قر لي إن نتاقل ترين أقربه للنبر أني دقمو ولا قدرة لي على ذلك أني الزابط عليه يجي مقادل شلو تاوي اللنجم. فقطعت أحسن ما في وهما ضفيرتاي وأنفستهما إليك. سبحان الله أني زند اللنجم لو ود نقري هلت
ጉንጉን ጸጉሮቼ ናቸው አለች። ጉንጉን ጸጉሮቼ ናቸው እነሱን ቆርጬ ሊተጅዓለሁማ ቀይደ ፈረሲከ የፈረስህ ገመድ እንድታደርጋቸው ፈልጌ ነው። ለዓለ አላህ የራ ሻዕሪ ቀይደ ፈረሲከ ፊ ሰቢልህ ፈየግፊሩ ሊ ሱብሓነላህ። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምናልባት ያንተ የፈረስህና የግመልህ መታሰሪያ ልጓሙ የኔ ጸጉር ሆኖ ያየውና ምናልባት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ መሀርታውን ይለግሰኛል ብዬ ከጅዬ ነው ብላ ይህንን መልእክት አስቀምጣ ሄደች። አቡ ቁዳማ ምን ይላሉ? ፈዐጂብቱ ወላህ፣ በአላህ እምላለሁኝ በጣም ተገረምኩኝ አሉ። ወላሂ ሚን ሒርሲሃ ወበድሊሃ፣ የነበራት ጉጉት የነበራት ሸውቅ በጣም 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 አስገረመኝ። ወሽደተ ሸውቂሃ ኢለል መግፊረቲ ወልጀና፣ ለጀነትና ለአላህ መሀርታ የነበራት ጉጉት የነበራት ፍቅር በጣም አስገረመኝ አሉ አቡ ቁዳማ። ይሁንና ፈለማ አስበሕና፣ ንጋት ላይ ኸረጅቱ አነ ወአስሓቢ ሚን ርቃ፣ ርቃ ከተባለችዋ ከተማ እኔና ጓደኞቼ ከተማይቷን ጥለን ወጣን አሉ። استمعوا الى هذا القصه بتام بتام اسغرامي هون قصه والله اسكي ولاتكم ما دامتوس بدم رقا كتبالچوا كتما انينا غوادنيوچي وطان. فلما بلغنا حصن مسلمه بن عبد الملك فاذا بفارس يصيح وراءنا وينادي يقول يا ابا قدامه يا ابا قدامه قف علي يرحمك الله. يتوسنا من غير هدن مسلمه بن عبد الملك يتباله ታላቅ ሰው የሱ ጎዳና አካባቢ ስንደርስ ከኋላ ጥሪ ሰማሁኝ አሉ። ጥሪው ምንድን ነበር? ያ አባ ቁዳማ ያ አባ ቁዳማ ቅፍ አለየ የርሐሙከ አላህ፣ አቡ ቁዳማ ሆይ አቡ ቁዳማ ሆይ እባክህን ቁም አላህ ይዘንልህ የሚል ጥሪ ነበር። ቃለ አቡ ቁዳመተ ፈቁልቱ ሊአስሓቢ ተቀደሙ ዐኒ ወአነ አንዙሩ ኸበረ ሃዛ ልፋሪስ፣ እስኪ ሂዱ እናንተ እስቲ ቆይ ልጠብቀውና ይህ ፈረሰኛ ከኔ ምን ፈልጎ እንደመጣ እስኪ ልጠይቀውና አንተ ሂዱ አልኳቸውኝ ይላሉ። ፈለማ ረጃዕቱ ኢለይህ፣ ወደዚህ ወደ ፈረሰኛው ሰው ስመጣ በደአኒ ቢልከላሚ ወቃል አልሐምዱ ሊላህ አለዚ ለም ዩሐርምኒ ሱሕበተከ ወለም የሩደኒ ኻኢባ፣ አላህ ምስጋና ይገባው አለኛል ፈረሰኛው ካንተ ጋር ከመሄድን እርም ስላደረገብኝና በባዶ ስላልመለሰኝ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ምስጋና ይገባው፣ ተዋርጄ አልተመለስኩኝም። ፈቁልቱ ማ ቱሪድ፣ ምንድን ነው የምትለው ምንድን ነው የምትፈልገው ስል ጠየቅኩትኝ አሉ። ቃለ ኡሪዱ ልኹሩጀ መዓኩም ሊልቂታል፣ እኔ እኮ ከእናንተ ጋር እዛ ሄጄ እነዛን ካፊሮችን መጋደል እፈልጋለሁኝ፣ ጂሃድ መሳተፍ እፈልጋለሁኝ ነው እኮ ምልህ አሏቸው። فقلت له أسفر عن وجهك أنظر إليك فإن كنت كبيرا يلزمك القتال قبلتك وإن كنت صغيرا لا يلزمك الجهاد رددتك. فيتون شفن ونبرا فيتون شفن وتنبرنا جهارنا ومتلين انقر يا وصا فيتهن كفتو فيتهن أيتيو تلك سو هنا لكن ما الدم يدرسك هنا جهاد واجب يميون به ونده هنا كان ياغوات كافل الله. ነገር ግን አንተ ጅሃድ ከማይወጅብባቸው ከሆንክ ግን እመልስሃለሁኝ አሉት። ፈቃለ ፈከሸፈ ሊታም አን ወጅሂ ፈኢዛ ቢወጅህን ምስለ ልቀመር ወኢዛ ሁወ ጉላሙን ዑምሩሁ ሰብዐ ዐሸረተ ሰና። ምን አሉ አቡ ቁዳማ? ወዲያውኑ ልጁ ፊቱን የሸፈነበትን ጨርቅ አነሳው። ስመለከተው ፊቱ ልክ እንደ ጨረቃ የሚያበራ ገና የአስራ ሰባት ዓመት ወጣት ልጅ ነበር አሉ። ፈቁልቱ ለሁ ያ ቡነየ፣ ልጄ ሆይ እንደከ ዋሊድ አባት አለህ ስል ጠየቅኩትኝ አሉ። ቃለ አቢ ቀድ ቀተለሁ ሰሊቢዩን ወአነ ኻሪጁን ኡቃትሉ ለዚነ ቀተሉ አቢ፣ አባቴንማ እነዛ እኮ መስቀለኞች ገድለውታል፣ እኔ እኮ አሁንም ወጣው እነዛ አባቴን የገደሉትን መስቀለኞች ለመግደል ነው አላቸው። አላሁ አክበር። ቁልቱ ዐንደከ ዋሊዳ፣ እሺ እናት አለህ እናትስ አለህ? ቃለ ነዓም፣ አሁን አለኝ። ቁልቱ እርጅዕ ኢላ ኡሚክ ፈአሕሲን ሱሕበተሃ ፈኢነ ልጀነተ ተሕተ ቀደሚሃ፣ ተመለስ ሂድና እናትህን ተንከባከብ
ሂድና እናትህን ተንከባከብ። እናትህን እኮ ተንከባከብክ ጀነት ከእናትህ እግር ውስጥ ነው ያለውና ጂሃድ አያስፈልግህም ተመለስ አልኩትኝ አሉ አቡ ቁዳማ። فقال اما تعرف امي እንዴ እናቴን አታውቃትም እንዴ ሲል ጠየቀኝ አሉ ወጣቱ ልጅ። قلت لا አላውቃትም አልኩት። قال امي هي صاحبه الوديعه ትላንትና እኮ መጣ አደራውን የሰጠችህ እሷ ነች እናቴ ነች። قلت اي وديعه የምን አደራ ነው የምትለኝ? قال هي صاحبه الشكال ለትላንትና ቁራጩን ጸጉራን የሰጠችህ እኮ እሷ ነች። قلت اي شكال እሳቸው ተደናበሩ ነገሩ አልገባቸውም። قال سبحان الله ما اسرع ما نسيت ምንኛ መርሳትህ ፈጠነ ሲል ተገርሞ ለአቡ ቁዳማ መገረሙን ነገራቸው። اما تذكر المراه التي اتتك البارحه واعطتك الكيس والشكال تلانتنا يهنا مشيت لاي انت زند متا عنديت سيت يهنا كرنيت قال ستتشهم اندي قلت بلا اون ستاني قال لك قالكني قال قال هي امي ترى كوسوا الناتي نج امرتني ان اخرج الى الجهاد ትላንትና ጸጉሯን ቆርጣ የሰጠችው ሴት የዚህ ልጅ እናት ነበረች። እናም እሷ ነች እንግዲህ ጂሃድ ሂድ ብላ ያዘዘችኝ። واقسمت علي الا ارجع እንዳልመለስም በአላህ ምላ ልካኛለች አሉ። وانها قالت لي يا بني اذا لقيت الكفار فلا توليهم الادبار او الدبر كثيروችን እዛ ጦር ሜዳ ላይ ተገናኛቸው የሆነ እንደሆነ ፈጽሞ ጀርባን እንዳሰጣቸው ብለኝ አደራ ብለኝ ነው የመጣሁት። وهب نفسك لله واطلب مجاورة الله نفسيه الله الله ست يا اللهን ጉርብትና እንፈልግ ومساكنة ابيك واخوالك في الجنه አባቱን በአላህ መንገር ነበር የሞተውና አጎቶቹን በአላህ መንገር ነበር የሞተውና የነሱን ጉርብትና الله سبحانه وتعالى እንዲወፍቅህ ዱዓንም አድርግ ስትል ما درجتشي مكرتشي بلو يناغر له. فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع في ثم ضمتني إلى صدرها. الله سبحانه وتعالى فكاله هنا شهاداني وفقه هنا عند هنا باكه نجيتها الله سبحانه وتعالى زندا نجا أمالاج هنا نبلا وددرت واستقتها كفا درقا سامتشي ورفعت رأسها إلى السماء كزام ጭንቅላቷን ወደ ላይ ወደ ሰማይ ከፍ አድርጋ وقالت إلهي وسيدي ومولاي ጌታዬ ሆይ አንተ አለቃዬ ወዳጄ ሆይ هذا ولدي ይሄኮ የኔ ልጅ ነው وريحانة قلبي وثمرة فؤادي የልቤ ደስታ የአብራኬ ክፋይ ነው ይሄ ልጄ ነው سلمته إليك فقربه من أبيه ለአንተ ሰጥቼው አስረክቤዋለሁኝ ባክህን ጌታዬ ሆይ አባቱ ዘንድ አስጠጋው ስትል ዱዓዋን አደረገች። سألتك بالله ألا تحرمني الغزو معك في سبيل الله انما ابو قدامه هوي ابو قدامه هوي انما بالله መንገር ላይ መጋደል ስላለብኝ በአላህ ስም ጠይቀሃለሁ ባክህን እንዳትከለክለኝ አልኩትኛሉ አላቸው። انا ان شاء الله الشهيد ابن الشهيد اني شهيد የሸሂድ ልጅ መሆኑን እፈልጋለሁኝ በአላህ ፍቃድ። فإني حافظ لكتاب الله እኔ አላህን መጽሐፍት ቁርአንን ሐፍዣለሁኝ عارف بالفروسية والرمى أي والرمي እኔ ፈረስን እንዴት አድርጌ መጋለብ እንዳለብኝ ቀስትን እንዴት መወርወር እንዳለብኝ በደንብ የማውቅ ወጣት ነኝ። فلا تحقرني لصغر سني እድሜው ትንሽ ነው ብለህ እባክህን እንዳትንቀኝ قالت قالت لك قال أبو قدامة فلما سمعت ذلك منه أخذته معنا إنن كسوب سماه إنجزي قالوا أبو قدامة السون تملس بي مكال كلبت آم أسازنوي بت آم أسازنوي كن يوغار اندي ساتة فادر ركوتين فوالله با الله ملال لهن يالو أبو قدامة الشامي ما رأينا أنشط منه يسون يا هل نشاطا ينبر صوف السمو عليه ينمروا ان ركبنا فهو اسرعنا وان نزلنا فهو انشطنا انيا فرسوچاچرن غالبن سنهد كنيا فيت قدامي يسونوا قالوا وردن بغير سنغواز كنيا
نشاط أي نبرة وسنة برالو، وهو في كل أحواله لا يفتر لسانه عن ذكر الله تعالى أبدا. بهلم هني تولي ملاسو الله سبحانه وتعالى نم كما وسات السن كما استوس فسمو أي وجد من البر ألو يا سرا سبات أما توتات. فنزلنا منزلا لما أقبلنا إلى الثغور مع غروب الشمس دنبر أكابي سندرس لك تهيل في جبان برنا يهونك ما رفيا بوتاري هون إلى ألو وكنا صائمين صومن يوتش من البرن ألو. فأردنا أن نطبخ فطورنا وعشاءنا إنم صومن يوتش من البرن يمنا فترة بتن عندهم راتشن لما الزجاجت والسن ألو. قال فلما نزلنا أقسم الغلام علينا ألا يصنع لنا الفطور إلا هو. الله أكبر مقباتشن لما سرات سن وسن إيه تعلي جاس راس بات تمت وطات من على بقى الله يهون بين إهن نمقب رنجي فتسمو ما نما يزقى الجوم بلو ما هلون ما لا يقلو. فأردنا أن نمنعه عن ذلك توبا كيك رب لله فلقن إذ هو لا يزال في تعب شديد من طول الطريق وعسره من قر لاي كفتنيا جنكت كفتنيا دكا ما قات مو سلنبرا دكا ملاي سلنبرا تو يقرب به إنيا نسالن إنيا مقبولنا الزقاد جال لما نتفلق لكنه أبى علينا ذلك السوقن فتسمو والك كبل مالا انبيا فأبطى علينا شيئا يسيرا عفوا. فلما نزلنا قلنا له تنحى عنا قليلا اش يطرو اني كان سروا يمت تلك هنا حتى لا يؤذينا دخان الحطب يزي ينجتو يما قدو جيس اذان دا يدرقن راك بلنا الزاشي ودزاقر هده مقبون أزجاج بلن أززنا وقالوا. قال فجلسنا ننتظر الغلام كوش بلن يهنن هسان ويموت أتلج إن التباب جمرن مقبون يزوز كيمتا. فأبطى علينا شيئا يسيرا قيب بنالو. فقال لبعض أصحابي يا أبا قدامة عندان دو قدن يوتشي منالو أبا قدامة هي اذهب إلى صاحبك اسكين قدن يهيدنا يو فانظر لنا خبره من إياد الرقان اسكتملكته مقبوكو قوية. فما هذا يصنع فطورا ولا طعام قد أبطى علينا كثير إيه مقبلنا أمي سراسو قويتا كوير اللم إيهن نهان قزين بفجان لبرم بدآن قويتوا لنا أباكهن لنا تملك توسلو تيكو نيلالو. قال فلما توجهت إليه فإذا الغلام قد أشعل النار في حطب ودسوه جسم ملكته برقت أمه تسانو ليج ما قدون سبسبو أساتنا قطعت الوال ووضع من فوقها القدرة كسات لايم دستوتش ناس كان متوال. ثم غلبه التعب والنوم نقرقن دكام النانك الفواس تشقروت أشنفوت ووضع رأسه على حجر ثم نام يونش دنقاي لي قوات انجلي انقلاتو ناس دقفون كلفون تنجتوال. فلما رأيته على هذا الحال بزيوني ثاني سم ملكته ألو كرهت والله أن أوقظه من منامه كتنيابت انكلف السن ما سنسات تألاه انيالو دس سلالنيم وكرهت أن أرجع إلى أصحابي وليس معي طعام لهم دقمو قادن يوتشي قاره يجي يعلم قبل ما لس دقمو أفر كنيالو. فأخذت أصنعه شيئا يسيرا أني لقادن يوتشي مقبون ما زقايتا اللبين بيه ما مسل مقبون ما زقاجت منك أكاد جمر كني وأسارق الغلام النظر خلال ذلك أني مقبين يسرهن أيام مسل كني أيّاً أبّسكوين قل بأيني زور ريالكوين هزآنون ليج ويموت آتون ليج تنجتو بانا بربت أما لكتو نبّر آلو أما لكتو نبّر. فبينما أنا أنظر إلى الغلام إذ لاحظت أن الغلام بدأ يتبسم. الله أكبر هزآنون يانو تات سم ملكتو بأنك الفسالة فققي لجمّر آلو فققي لجمّر. ثم اشتد تبسمه فققتو يجمّر متّالو. فتعجبت والله من تبسمه وهو نائم السوتين تو فقدتو بتأمس قرمين أسدنك أنيالو. ثم بدأ الغلام يضحك ثم اشتد ضحكه ثم استيقظ من منامه فقدتو يسقجمر بساك بتأم دمسون أسمتو مساكون قتلو ألو وليونم كنكلفو بننبلو تنسى. قال فما رأيت الغلام على ذلك فلما رأيت الغلام على ذلك
عجبتو والله بالله ينبني لالو أبو قدامة هزانو اللي جوي موتاتون بزيه أنت ويتاسم ملكتو بدام 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 تقرمكو فلما استيقظ ورآني فزئ الغلام كان كلفو تنستو أني مقبون سراس يعين هزانو بدام بدام تدناقت وقال يا عمي ويا قوتي وي أبطأت عليكم زكيهم باتشو قلت لهم أبطأت علينا أبشر أبشر أنا زكيهم بنم من ما يدل الكوتينيالو قال دع عنك صنع الطعام أنا أصنعه لكم أنا خادمكم في الجهاد باك مقبون تو تولي لني يسوكو يني سرانو بجهر لا يسال لا تو ينا أنت أقل قي أني ننيان لكم هنا برندي قلت له أني من دي هالكوتين لا والله لا تصنع فطورا ولا طعاما حتى تحدثني بشأنك بالله ينبين راتون ميهون أفطرون ما تزجاجهم يسكبتن هون يتافت سموسا تاسر الدين يهي أيهون مالوت لا من دني يساكو من دنو بتأمي الساك هنا جر من دنو ما الذي جعلك في منامك تضحك بنكل في سهلة عند السك هذا الرجع هنا جر من دنو ما الذي جعلك تتبسم فجأة قلت لي أنا نجح من دنو ما ها هذا أمر عجيب إيه كواس قرامي نجرنا ونجرين فقال الغلام واتأت من على يا عمي أبقو تبي هذه رؤيا رأيتها إيه كو بهل مياي وتهلمنو هلمنو فقلت له بالله عليك ما هذه الرؤيا بالله ينبه يتملكتكو قنا منام يتملكتكو هلم من دنو من دنو سكين قرين قال دعها بيني وبين الله تعالى إهنن بني النا بقيتي ما هكلتو باكينا تأيكين باكينا تفلاف لنيال ألوت هسان ويموتاتو قلت له أقسمت بالله عليك أن تحدثني بهذا الرؤيا بالله جيها اللوين بالله ميت أيكها اللوين يا يهون هلم لتنقرين باكينا نقرين فقال الغلام هسان لجم وطاتو من على رأيت يا عمي أقوتي هوي أني كوتا ملكتكم في منامي بهلمي أني قد دخلت إلى الجنة أني جنة مستقبتشي تملكتكم يالو سبحان الله وطاتو تملكتو فإذا هي في حسنها وبهائها كما أخبر الله عز وجل في كتابه الله سبحانه وتعالى بقرآن تناقروا ما شبركوا وذتوا أسقر من نتوى فبينما أنا أمشي فيها جنة قبل سقوازارو سنكسار كسارو وأنا في عجب شديد من حسنها وجمالها إذ رأيت قصرا يتلألأ أنوارا لبنه من ذهب ولبنة من فضة إلى غير ذلك جنة قبل شيء سملكت بتأم تقرمي كورك كبر يتسرو طبوش بلوكيتوتشن ساي يالوتن نغروچ باتقالاي سملكت بتام تگرمكوين يالون نغر ساتنا سملكت وبتاچو جمالاچو حسناچو بتام اسگرموين فگگالكوين يالو فاذا بجارية كأحسن ما انت رائن من الجواري تحدث صاحبتها التي عن يمينها وتشير إلي وديو أنديت يجنة أببا يجنة سيتكما هذا ملاك تنبرا وتقول هذا زوج المرضية هذا زوج المرضية يتكوية تودر التوا يمرضية بالم يتكوية هنا يهونا أيانش تام ملاك تنبر يقول وأنا لا أدري من هي المرضية ما نشتك مو مرضية أني دك مصفنا لو قتل فسألتها أكابي يتأيكواتي أنت المرضية مرضية توداجوا تفكاريوا أنت نشندي سلت أيكواتي فقالت أنا خادمة من خدم المرضية أني كو مرضية كتبانتشو كتفكاريوا كتوداجوا يسوا قل قيوش أندواني ياريتي تريد المرضية أدخل إلى القصر مرضيان ما يتكفل لك ورزا ورمتايو فيلا قباء لكي بهلمون هن اللو ميا ولجو تقدم رحمك الله الله يزن له قبا عليك شنيا قال فتقدمت فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر عليها سرير من الزبرجد الأخضر
ገባሁኝ አሉ። ስገባ ከቀይ ወርቅ የተሰራ ትልቅ እጅጉን ያማረ እጅጉን ያጌጠ ይህ ነው ተብሎ የማይገለጽ ትልቅ የሆነን ቪላ ተመለከትኩኝ አለ። ምሰሶ من الفضة البيضاء كنج بر هنا عليها أو عليه جارية وجهها كأنه الشمس وسطو إلى عندي تسيت على الجار فتوى لك عند تهي يميا براي هنا تسيت لولا أن الله ثبت علي بصري لذهب وذهب عقلي من حسن الغرفة عندو الله سبحانه وتعالى فكاد هنا يا عينين برهان ما يطبق اللي نورو عيني بتأفان ببربلو ينقر له سبحان الله. فلما رأتني الجارية قالت مرحبا بولي الله وحبيبه أنا لك وأنت لي. مرحبا بولي الله وحبيبه يا الله ولا جنة يا الله ولي بهنو يا الله باريا مرحبا بك على الجن أني لأنتني أنت منينها على الجن يعني. قال فلما رأيتها وسمعت كلامها اقتربت منها سيات نقران سمو لسوهد كوي فلما كدت أن أضع يدي عليها بأجين لكات سلالة قالت لي يا خليلي يا حبيبي أبعد الله عنك الخنا قد بقي لك في الحياة شيء وداجي هوي أفكاري هوي بني الناب أن تمهكل الله سبحانه وتعالى كوغر روش نادر قوال لانت بدنيا سله قنا يمي كره قزيال لنا قزين ترسهنا لتشنيال وموعدنا معك كان تقاكو يمين رنك تروب الله فكات غدا بعد صلاة الظهر نقاك صلاة الظهر بوالا نوالتشن قال فتبسمت من ذلك وفرحت والله منه يهن بسمه انجزي يهن بايه انجزي بأ الله ينبين بتام تدست كن لزان بريساكو تنيالاتشو قال أبو قدامة أبو قدامة من قالوا فلما سمعت هذه الرؤيا من مثل هذا الغلام قلت له رأيت خيرا إن شاء الله يهنن أينت منام يهنن أينت هلم كزيه وطات بسمو إنجزي ترون أقر تملكتها أبشر أبشر تبسر الكوتين يالو قال أبا قدامة أبا قدامة قتلوا منالو ثم إننا أكلنا فطورنا كزام يسرانون مقب أفتراتشن انتمقبن ثم راكبنا على دوابنا كبتوتشاتشن بمقالب من قراتشن انجمرن ومضينا إلى أصحابنا المرابطين في الثغور دنبر لا وننبروت وقالوا تشاتشن واندموا تشاتشن من قراتشن الكتلن قال فلما نزلنا عندهم وبتنا عندهم قمنا وصلينا الفجر الناس وقار درسن الناس وقار أدرن صبح سلاة تنستن كسقرن بهلا ثم حضر عدونا ثلاثة تشاتشن بكالوا نزام اسكالن يوشمتو فقام قاعدنا وصف الجيوس بين يديه مرياتشن يطور مريو تنسانا يوتادرون سلف السلف على ثم تلا علينا صدرا من سورة الأنفال سورة الأنفال مجمر علي أكبابي اللوتي القرآن أنكتو كان ببلن وذكرنا بأجر الجهاد في سبيل الله وبثواب الشهادة في سبيل الله بأ الله من قر لي متاقل بأ الله من قر لي مواقات يمياس قنيو أجر من دامن اندهونم أستوسا قل سلم فما زال يحثنا على الجهاد والقتال قال فبينما أنا أتأمل في الناس مرياتشن سلا جهاد ينقرن إيان نكاكان إيان نساسان هما ساتشن ميج أمر يدرقن سالة سوتشن ملكتك جمر كنيالو أبو قدامة فإذا بكل واحد منهم ويجمع حوله إخوانه أقرباءه كلهم طرمي داري وندمون أقوتون يقول لك إسابة السبال كقول نويا درقال للا أما الغلام نقل قنه وطات فلا أبا يدعوه إليه أباتوان نبرم ورسون دا يستقو ولا عم يقربه إليه أقوت ما نبرم ورسون دا يستقو ولا أخ يجعله بين إليه ويدغمون دم ما نبرم كون دمو أتقب انديهون فأخذوا أرقبه أنظروا في حاله هنيتاون أم ملكت أقوت أتروا أيو جمر كنيارو فلما نظرت فإذا الغلام في مقدمة الجيش ثم لكت يا سرا سبات متوتت كوتا دروتشو جمبر قدم مجمرا سلف لا ينبروا السو نبرارو فأخذت أشق الصفوف مشيا إليه سلفوني يالف كني يالف كني ودسو هير كنيارو
فما وصلت إليه قلت له يا بني ألك خبرة بالقتال والجهاد لجهوي عنده اسكيبا الله من قال لا يمقادل يمتاقل خبرة والله عندي لمد والله ألك تنيالو قال لا يلنم هذه والله أول معركة وأول مشهد أراها وأقاتل الكفار فيه يهكو بهيوتي لما جمّر أن يمسّات تثبت جهاد لما جمّر أن كافر وشقار في اللي فيه يمسّات تثبت طرنتنو على ينيارو فقلت له يا بني لجيهوي إن الأمر على خلاف ما في بالك وذهنك نقركو أنت بأمرك متاسب ويتلينو كذاب لينو إن الأمر قتال وإن الأمر دماء وسهيل وجولات أبطال ورمي نبال نقركو نقركو بأ الله من قر لي مقارلنو طيتنو كستنو سهنة مدماتنو مقوداتنو مقسلنو هيوتن ماتاتنو النام لجيهوي فكن في آخر الجيش كوت تادرو مجرشاهن فإن كان نسر انتصرت معنا دل الله وفقون دلن كاقين كن يو غال دلن تقاتك تقونا تسفال وإن كانت هزيمة لم تكن أنت أول مقتول يمن شنفمك هنا مجمرا هوتاتشون كمياتوت أتهون من ناباكهن ودهولا ودهولاهن ألكو تنيارو قال فنظر إلي عجبا تقرمو تملك تنياروي والتاتو لج بالآم تقرمو يتملك تنيارو قال أنت تقول لذلك أنت هنا متني قلت له نعم أو نعم له أنا أقول لك ذلك فقال يا عمو أقوتهوي هل تريد أن أكون من أهل النار كأسات قوادوت كأسات سووت جندهون تفلقن يالا عندي قلت له لا أعوذ بالله بالله اتبق على لهن عندي تبيي ساسون دتون من يالا والله ما جئنا إلى الجهاد إلا هربنا من النار وطلبا هربا من النار وطلبا للجنان إن يكوب الله من قر ليل النقاد دلال متانم يا الله إن جنة فلقن كسؤسات لكارنجي ليلة كوال متانم اندي تانت سات اندي تقبع فلقال لهم قال فقال لي إن الله يقول الله كون دي هلال سورة الأنفال لا يعلن يكون سعن ولج يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار إن أنت يمنات شو سوت شوي إن ذاك هاريانو تشنت ورمي ذري يقن ياتشو أتشو يهون اندهون جربات شون ستاتشو اندات تششو ومن يولهم يومئذ دبوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الله كن به يالن يزاك أن يترمي ذاك أن إن ذاك في روجن وإلى سلت بلو ويدغموك مؤمنوك شفرا قر لما الدبالك بلو جربون يال ستاك هنا بس تقر فرتوكن فرتوك في روجن فرتو يميروك يمشش هنا سوكو يا الله سبحانه وتعالى قطع بسولي هون البتال مكة المجاوم جهنم هنا مما لشو منين يا أسكفا منين يا يكفانا وسيلا لسمها من دي الله سيلا استاو سنيال وطاتو هل تريدني أن أوليهم الأدبار فيكون مأوايا جهنم إنهم جربي ستتشاتشو سابركا ساتوست كمي قبو سووتش اندهون تفلق اللهم دي فقال أبا قدامة فعجبت والله من حرصه ومن تمسكه بهذه الآيات فتأم تقرن كن النزين أنكس أج أنديت أدرقو أند أبرار رأيتشو النزين أنكس أج إذو من تلتل الناكر كم ما نتبط أماس قرمي نقرقن فقلت له يا بني إن الآية مخرجها على غير كلامك النزين قولت أنكس أج كو قن الزابي أنت أند أسبكونا أنت أند أقمتكو كوير اللم فأبا علي أن يرجع نو أيهون مال أيهون فتسمو دوها لعلم ملسم أني كافرون كنو مقادلو با الله من قلينو يموقعو أني في اللي فيتنو مهوني اللي بنيال فأخذت يده أجذيبه حتى أرجعه إلى آخر الصفوف الجوني جي أقوتو جمرالو ودوها لا لمساق السوقن الجين منتفوين أنبيبلوين ودفيت بنب ربت كتالا ثم بدأ القتال كزيام يمسلمنا يكافروش والتادروش تفاتتو فجالت الخيل بيني وبينه النام ينبرو فتجا
የፈረሶች ወደ ግራ ወደ ቀኝ ማለት እሱን እንድመለከት እንዳየው ጋረዱኛል። አቡ ቁዳማ ነው የሚሉት ይሄን። فلما بدا القتال جالت الابطال ورميت النبال وجردت السيوف وتكسرت الجماجم وتطايرت الايدي والارجل واشتد علينا القتال حتى اشتغل كل منها او كل منا بنفسه. طورنا تتفافانا يسيفوش دم تسمى دموش فسسوا አጥንቶች ተሰበሩ እንደዚሁ ቀስቶች ተወረወሩ አባራዎች ተነሱ በፈረሶች ኮቴ ተነሳ حتى ان السيوف والله يقول ابا قدامه من شده الحر فوقنا حتى كانها هو تنور يشعل من فوق رؤوسنا من قالوا ابو قدامه سيناገሩ ጦሩ ከመፈራቦ የተነሳ ግድያው በጣም ኃይለኛ ከመሆኑ የተነሳ ከላያችን ሰይፉ ከሚፈጥረው ሰበቃ አንዱ ካንዱ ጋር ሲማጣ ይወጣው የነበረው ብልጭታ ከፊት ከላያችን ልክ እሳት እንደሚውለበለብ ይመስለን ነበር ይላሉ አቡ ቁዳማ وما زال يشتد علينا ويزيد حتى زالت الشمس ودخل وقت صلاه الظهر ثم هزم الله تعالى الصليبيين وجياون قتل ነው ፀሐይም ከፋለች የዙር ሰላት አካባቢ የዙር ሰላት አካባቢ እነዛ መስቀለኞች ተሸነፉ ጀርባቸውን ሰጥተው ሸሹ قال فلما هزمهم اجتمعت مع اصحابي مؤمنوቹ ካፊሮቹን ባሸነፉ ጊዜ ጓደኞቼ ጋር ተሰበሰብኩኝ ثم صلينا الظهر ظهرنا مسجدنا له فلم فبدا كل واحد منهم يبحث في اقربائه واحبابه كلهم وداجون كلهم زمدون كلهم اقرب ياون يفلق جمر اما الغلام يفرتبطو امت وطات كن فلا احد يسال عنه ولا ينظر في خبره ما انم اسون يفلق ما انم يسون يتا ميطنانا يميملكت سوال نبرم فبينما الحال على هذا نغرو هين مون سمنكت قلت والله لا انظرن في خبره يهلج من هنا نو يتطفى اسون مفلق علبين بيي وطاهونيالو لعله مقتول او جريح او لعل بعض هؤلاء الكفار اخذه اسيرا وذهب به معهم لما هربوا ولوا الادبار من هالبات تغدلو يهونال ويقسلو يهونال ويدغمو يهنن وطات لجن ذا كافيروچ جرباچون ستتو سيهدو اماركوت اماركو يزو يدوت يهونال سن سغات تسمانيالو فبدات امشي بين القتلى والجرحى شهداءوچ غار قسلنيوچ غار እየሄድኩኝ መፈለግ ማሰስ ጀመርኩኝ አሉ። ወልተፈቱ بينهم انظر املكت افلق ጀመርኩኝ ቀጠልኩኝ فبينما انا على ذلك بذي هنا ላይ ሳለሁኝ اذ سمعت صوتا من ورائي ኮላይ ድምጽን ሰማሁኝ አሉ። يقول ايها الناس ابعثوا الي امي ابا قدامه እናንተ ሰዎች ሆይ አጎቴን ابا قدامه ወደዚህ ላኩልኝ ወደዚህ ላኩልኝ ابعثوا الي عمي ابا قدامه ابا قدامان ودني لاكوت ودني لاكوت سيلو سماهن يارو فالتفت ابو قدامه الى مصدر الصوت فاذا الجسد جسد الغلام واذا الرماح قد تسابقت اليه والخيل قد وطأت عليه فمزقت اللحمان وادمت اللسان وفرقت الاعضاء وكسرت العظام واذا هو يتيم ملقى في الصحراء هجيس ملكته سونته يزاي وطاته لج سونته نو قستوج بزو بوتا وقتوتال اندزيو فرسوج بغروچاچو رغطوتال دمو فسوال اطنتو تسبابروال مريت لاي تنغال ودلقو نبر ياغنيوتينيالو قال ابا قدامه فاقبلت اليه وانطرحت بين يديه وصرخت ها انا ابا قدامه ها انا ابو قدامه ودسو هدكوني چوكونيم ايو ابو قدامه ني نين او متچاللهوني يالكوتيني ودسو هدكوني فقال الحمد لله الذي احياني الى ان اوصي اليك فاسمع وصيتي اللهم اسغانا يگباو وصيه الا انت سال نغره بفيت هيوتين سلال وسدو الله سبحانه وتعالى مسغانا يگباو نم اسكينو زازين سمالينيالو من هو النزازيو قال ابا قدامه فبكيت
والله على محاسنه وجماله ورحمة بأمه سيوقن جنو سيولرون بدام أسدستين يالك أسكن يالو الناتون ساستاوس اندزيهول لكسوين جم ربي وأخذت طرف ثوبي أمسح الدم عن وجهي يلبسين جافي جي كفيتو دمون أرقل لتجمر كن يالو فقال تمسح الدم عن وجهي بثوبك كفيت لي دمين بلبس الترقال لهندي بل امسح الدم بثوبي لا بثوبك براسي لبس رجعون جبان تلبس انتطر فثوبي أحق بالوسخ من ثوبك كانت لبس يعني لبسنا بدم لتك أينا لكوش ميقباو ألن يالو سبحان الله قال أبا قدامة فبكيت والله ولم أجر جوابا هل كس كن يالو سايو من لا شمست أثال كن يمنبر فقال يا عمو أقوتي هوي ألن يالو أقسمت عليك إذا أنا ميت بأ الله أمر لها لهم أن يموت كني هنا عند هنا أن ترجع إلى الرقة الزاج يمتطوبات رقة متبالو كتما إراق أصول اللجو ورزا عند التهيد أنا رأى الله بأ الله سمت أيكها لهم ثم تبشر أمي بأن الله قد تقبل هديتها إليها الناتي لم أبسرات الله سبحانه وتعالى يقرب شونكو هدية تقبلوا شالب لها بسرات وأن ولدها قد قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر لجسم با الله من قر لي سوى قاجر باون سايسد شهيد هو البله أبسرات وأن الله إن كتبني في الشهداء الله سبحانه وتعالى كنزا كشهداء أج كمزقبي فإني سأوصل سلامها إلى أبي وأخوالي في الجنة يانشين سلامتا أدرى يرشين سلامتا لاباتنا لابقوتو تشادر سلشان لهن أبشري بلات ثم قال كزام من ديهالة يا عمو إني أخاف أن لا تصدق أمي كلامك الناتي أنت النققرات تامنهم بي فران لهن يني شهير مهون ينين با الله من قر لي مسواء تسلمه هوني أتى منهم بييسا قال لهن فخذ معك بعض ثيابي التي فيها الدم يني دم ياللبتن لبسوچين يراسي اللبسوچ يزه كان تقارهيد فإن أمي إذا رأتها صدقت أني مقتول الناتي لبسي بدم تاتبوب متايبت كسي من الباتم أو لجي با الله من قر لي مسواء هنا البلاء تامنه هنا لنا وإن الموعد الجنة إن شاء الله كتروحنا يا الله فكارك هنا جنة هنا لنبلات لنا تبلو وسيون لأبا قدامة ينقرأ التوال يا عمي أقوتي هوي إنك إذا أتيت إلى بيتنا بيتاتشن بمتي ربت كذي ستجد أخت لي صغيرة عمرها 9 سنوات عندي تنهتال لكين إدميوا زتن يامتي هونك ادميوا زتن يامتي هون اهتال لكين ما دخلت المنزلة إلا استبشرت وفرحت عندم كان بيت قبل تشالاكم بتقام تدستا فتوى يتفرك الركابي هون انجي ولا خرجت إلا بكت وحزنت عندك أنا مكبيت هلو التهنين السوايا لك ستشنا يمتازن هنا قال هنا بستكر وقد فجعت بمقتل أبي عام أول وفجعت بمقتل اليوم كدم مسيل يا باتين موت سمتا بتام تدنقتا نبر انه زاريني نموت لتسمعنا لتدنقتنو وانها قالت لي عندما رأت على ثياب السفر اني كبيت سوطا يمنقرن يا اللبس ملبسين كوستاي يا اخي واندمهي لا تبطي علينا وعجل الرجوع الينا باكن دات كوي بفتنة نبيت تملس بلا ادرا بلاين نبر فإذا رأيتها فطيب صدرها بكلمات السوان ستاقنيات باكهن لبوان تروبهنو قالاتوش اندت الرغاق أدرقات ثم تحامل الغلام على نفسه وقال كزامي هو التاتلج نفسياون إياه الشنفة بتقام يتجنك يا عمو أقوتي هوي أبا قدامة هوي
صدقة الرؤيا ورب الكعبة. والله إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها، ثم انتفض وشهق شهقتين ثم مات كتمثيل بهلمو مرضية تودى جواي جنة مشرة كتراتشن كظهر بغلا بلا ونبرة يمطر لي هنويه والتاثريس من مال الجمرة. يا عمو أقوتي هوي أبا قدامه هوي صدقت الرؤيا ورب الكعبة بكعبة وكتابة الله سبحانه وتعالى يهنبن يترانتنا وهلمئون هنا أون هنا والله بأ الله يهنبن. إني لأرى المرضية الآن عند رأسي وأشم ريحها ركواهن يا تيتلانتنا وان حور العين مرضية وان زيقن باريقار ملكها تالهن أهون يسوان مشتا أشتا لهن يا راتشو. الله أكبر. ثم انتفض وشهق شهقتين ثم مات كزام بتقام تنانكو ولا تقزيد مسونا السما يمت تنانك كزيان موتا استشهد في سبيل الله بأ الله من قر لا يموت. قال أبا قدامة فلما دفناه لم يكن عندي هو أعظم من أرجع إلى الرقة أبلغ رسالته لأمه. يوتات بمتبت كزي أني زند بتقام أساسا بينبرو السود مكبرو سايهون أناتون هجي هسان أهتون هجي انديت بيينقرات شوالو يميلو تلك ومنقر نبرا أساسا بينيالو. فقدمت هذه المرأة ناتو زند مهيركوين الصالحة بتقام صالح يونك ناتو زندا كل ذلك في سبيلي أن تدخل الدار التي اشتد شوقها إليها. وقدم ولدها نفسه رخيصة لله لجواء نفسيا لا الله سبحانه وتعالى ستة وتناسى لذاته وشبابه وتاتنتون يوتاتنت ارميون باتك على يرسو بتقام تقرم كنيالو هيد كني من ناتو زندا. فقالت لي أجئت مبشرا أم معزيا الناتو نتشنقري تملكتو مردو إذن يمتها ويس بسراتنا وأبا قدامه هوي. فقلت رحمك الله الله إذن ليش ما تقصيني من دنو متيو من دنو يمتيو على كبانيم أبساري هنا متى ويس معزي مردو نقاري هنا هنا يمتها. فبيني لي إسكي أسر جم من مالت شنو. قالت لي إن كنت جئت تقول لي بأن ابنك قد قتل في سبيل الله فأنت مبشر، وإن كنت جئت لتقول لي بأن ابنك قاتل مع الصليبيين فانتصر ورجع فأنت إذن معزيا. والله من هلتشو اندو لجيب الله من قر لي تقادلو بسو من قر لي شهيد ورم تلكونا برقد ما انت أبسارنا برقد ما انت أبسارنا نقرقن لجيب الله من قر لي تقادلو مشركو جن نزا كافرو جن مسكالن يوچن عشن نفو يمتانو من قر لينو متلين كونا والله أنت إذا اللي يمتاهو مردونجي بسرات أيضا لما لتينو ألتشو. الله أكبر. أي أم من هذه انديت هاللي جنات نتباكاتو انديت هاللي جنات نت سبحان الله. قال والله بل جئت مبشرا ولست معزيا والله ما الله ينبنيني يمتاوين يمتاوت أنتنا بساري هنينو مردون ندرش هرلن فإن ابنك قد قتل في سبيل الله نجشكو با الله من قال لي مسوات فرول أبشري أهل كواتين. قالت الله أكبر الله أكبر أهل الشارة الناتو يهون الناقن إهين بم نقرات كزي الناتي يو ألام من الشنين هزانو أمس هلا السبونك كالناتو أقول نقومات هدام متن ينبر إلى اللو أبو قدامة ألام من الشنين. فقلت وأفتح الكيس بجيش ينبر أم مدابر يا جوني يا يكفتكن إيهو يهجا كيتو النبرة من دي ويسبر جرش اللون أمس ديكا بيتشا إن شاء الله أمس ديكا منالك شنيالة أني كزاك مدابر يا وست لبسو تشوني يا وطهو يندم برمي هونون يهشميزو النبرة من دي يهسريو النبرة من دي يهكنيترو النبرة من دي يارك ساسايات هسانوا تملكة تشنا بتام دنقت أزاو ودك اتشارو هسانوا راسوان مچالال چالكشم فشهكت شهقة راسوان كمسات تنسى بتام تدناقطا
عيني ياي موت اتشالو سبحان الله الناتو قن هزانان تشكما يرو تج يلجوان دم يلب سول لبسون تشكما ودا بيت يرو تشك باج تكتل كواتين روت آبيتون قبتا زقاتشو أر في تلاي زقاتش بين والله والله إلى اللو أبو قدامة سنقرو والله بأ الله ينبين عنده أينت أقات أمي بهيوتي أقات منياكم لأن أقرات فلقوين كانت مفلقون أبين شالهون الله سبحانه وتعالى لجيني كبلو الله لني يوم القيامة لني يوم القيامة شفيق كم يهونوت يادر قلين شفيق كم يهونوت يادر قلين إياريك دمسوان إياجوهج إياسماج بتام تدستا مالك أسوان كتلت شلالو هكذا كان قصة أبو قدامة الشامي مع هذا الشاب كزيوة أتقار أبو قدامة الشامي ينبرات شو جيقون أسقرامي كويتا إهنني مثل نبر نقدي لجنة قواقيوش لجنة ألافيوش لجنة لجنة أفكاريوش إهنني هل نبرو إنياس لجنة يعلن قوت من يهل نو الله سبحانه وتعالى لجنة الله تشغوغت بكفتن يملكو كميج أمر جنة لياس قباتو يميجلو سراوچن كميسرو سووچ الله يدرقن المشتاقون إلى الجنة ولجنة قواقيوچ بمن رأس يجمرنا محاضرة بزيه آيالكم لجنة ولجنة يمي قواقو سووچ يالله تشو تاريك ينبرات تشو تاريك بتام بزنو إن شاء الله زاري جمرنوان ودفي درمو بإذن الله سبحانه وتعالى يمن كتلو يهنال زاري كأبو قدامة غاري نبرا كويتا يهنني مثل نبر الله سبحانه وتعالى بسو من قر لا يموتو يمجرشاتشو كلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمي لو قال هنو جنة كم يقابو سووش الله هذا الرجل اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين اللهم إنا نحبك اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين اللهم سخرنا لكي نعمل من أعمال أهل الجنة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إن هناك آباء وأمهات وإخوان وأخوات قد سألونا ألا ننساهم بالدعاء اللهم إنا نسألك أن تقضي لهم حوائجهم اللهم إنا نسألك أن تفرج عنهم كربهم اللهم إنا نسألك إن كان عليهم دينا أن تقضي عنهم وإن كانوا مرضى فتشفيهم وإن كان لهم أموات فأن تغفر لهم وتجعلهم من أهل الجنة أرحم الراحمين اللهم آتهم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نحبهم من أجلك وفي أجلك اللهم فأحبهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في أثيوبيا اللهم انصرهم اللهم كلهم معينا فقد قل المعين وكلهم نصيرا فقد قل النصير يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ونقين عذاب النار اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقين عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وبارك الله فيكم وبيض الله وجوهكم ونور قبوركم إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.